طبعا انا تعودت تقريبا، عودت المقدسيين بشكل عام انه يشوفوا علم فلسطين برفرف باب العمود وفي شارع صلاح الدين وبالقدس بشكل عام، اللي بتوجه من باب العمود للشجرة. فصرت الاحظ انه صاروا يتعرضوني انه يمنعوني امشي بباب العمود وبالعلم، الا انه هذا حق لنا كمقدسيين كفلسطينيين، هذا علم دولتنا، هذا علم قبل دوله الاحتلال موجود. فطبعا بحال ذلك كان الاخير اخر اسبوعين مضايقه الي، اعتقالي والاعتداء علي بغاز فلفل وضرب وخوت من اجل انه ياخذوا العلم، انه علم كبير، انه كانت في حرب على غزه. باقي حجتهم انه يبعدونا عن باب العمود عشان مسيره الاعلام، الا انه الحمد لله رب العالمين يعني استمريت ووقفت ووجهت الاحتلال باجراءاته القانونيه، وقدرت اني الغي قرار الابعاد عن باب عن شارع صلاح الدين وباب الزهره، وتوجهت غاد ووقفت ورفعت العلم مع الصبايا الموجودين كان، وتحدينا الاحتلال باجراءاته. طبعا هذا حق انه شرعي، بحاولوا انه يكسروا شوكتي، بحاولوا انه يهددوني بالتحقيق انه فيش شيء اسمه فلسطين، فيش شيء اسمه شعب فلسطيني، كنت الشعب الفلسطيني موجود والعلم موجود قبل دولتكم. فبكل إذا اكتبنا توقع على تعهد أنه ممنوع ترفع العلم، قلت له جيب لي قرار من حكومة الاحتلال أو جيب لي من قرار تشريعي، هذيك سي علم أفكر كيف أتعامل مع العلم. أنا العلم طول ما أنا موجود فهذا أني أرفع العلم.